احنا معانا دكتور هاني جبران، رجعنا لنا تاني دكتور هاني جبران، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. ايوه دكتور، معلش انا اسف جدا، هو ولا الخط يهمك قطع من عندي انا. خالص خالص، غالبا الخط زعل علشان حضرتك بتقول محدش ياكل حلويات. ايوه الحلويات حرام، اديني بقولها اهوت، حرام محدش ياكلها، بدعة في التغذية، ولكن هي يعني لو احنا بنتكلم عليها كتراديشن ان احنا نحتفل، هو ما فيش مشكلة فيه يعني. هي مش، ما قلتش حاجة، هو انا خدها لنا مرة في السنة والكلام كده وحلو جدا، لكن هتبقى بقى عادة بالنسبة لنا لان موجودة حلاوة المولد دلوقتي بقى طول السنة، فانا مش هينفع افضل اخد ايه السودانية واخد لوزية والكلام ده كله على طول. طيب الناس اللي عندها السكر والضغط والكلام ده كله، طب ده خطر جدا يعني، انا طب ادوق مره؟ لا برضو حتى ما ينفعش يعني، الموضوع ما يستاهلش ابدا ان انا حتى ادوقها. نبتدي ناخد اكل صحي، لكن هل معنى كده ان انا كله بياكل وانا لا؟ خلاص ندوق مره، ويا ريت ما نجيبش زي ما انا قلت قبل كده، ما نجيبش عيله، بنجيب قطعه قطعتين نحتفل بالمولد وخلص بعد كده. واحد عايز يهادي خطيبته بدل ما يروح يجيب لها عروس الشيء الفلاني، تبتدي يروح اكلها بره احسن. هو لو هو ما عملش كده الخطوبه هتبقى في خطر يا دكتور، الخطوبه هتبقى في خطر. لازم في اول، في الاول لازم يجيب حلاوه المولد، لازم يدي العيديه، أيوة، ولازم يجيب البوكس بتاع رمضان. لا في حاجات كتير هنتكلم فيها يا دكتور، بس عايزه اسال حضرتك عن اخطر نوع، اخطر حاجه ممكن تكون موجوده في علبه حلاوه المولد اللي هي لا تقربوها خالص يعني. حلو جدا، كلهم. ما يا دكتور ما احنا قلنا كلهم. اديني اكسبشن لاي حاجه ابعد عنها، واكسبشن لحاجه اقرب منها. مفيش، كلهم وحشين جدا، ما كلهم هيسخنوا، مفيش حاجه حلوه يعني. حضرتك قلت ممكن ناخد حته يعني، لو من نفسنا ممكن ناخد حته. حته ايه بقى؟ هاكله زي بعض. يعني مفيش حاجه. طب مثلا في ناس بتقول مثلا الملبن، ان هو الملبن ده كله مش مفيد. ملبن كله سكر خالص، عباره عن سكر ونشا. ولكن المكسرات على صعيد تاني، انه فيها سكر بس برضو فيها مكسرات. طب وايه يعني؟ يعني حته شويه مكسرات خديهم شويه، لو احنا عايزين مكسرات تاخد حته، لكن ما تقولش انهم عشان فيهم مكسرات يبقى حلوين، زي اللي يقول لك ياكل اكل قد كده ويشرب شاي اخضر، ما تاخدش شاي اخضر. طب وبعدين يعني؟ انا هاخد كومبو بس حسب دايت حاجه ساعه، طب ازاي؟ ما نفس الحكايه. يعني اللي انا هقول لا، طب لو حصل، لان انا الحكايه دي بعاني منها كل سنه في العياده، انا جبت خلاص هنعمل ايه؟ ناكل وخلصت، ووزعي بقى للناس التانيه، وزعي للغلابه، ووزعي للفقراء، في ناس كتير ما عندهاش. ان جبت العلبه وقدرت تجيب العلبه، حلو خالص، دوقي منها واحده ووزعي للناس التانيه اللي عمرها ما دقت قبل كده. او حتى لو حد اتهدى بيها ممكن يعمل زي ما حضرتك بتقول كده. طيب اكلت، حصل واكلت من العلبه وما قدرتش اقاوم، هل في حاجه اقدر اعملها بقى علشان خاطر اتخلص من الحاجات او الاضرار اللي ممكن يعني تتسبب فيها حلاوه المولد بعدها، سواء بقى تخنه او سكر زياده او الاسنان، الحاجات دي كلها؟ الشربات، والله العظيم بجد، اصل الكلام اللي حضرتك بتقوليه دوت بسمعه كل مره. ما احنا لازم نقوله للناس كل مره، ولازم نفكر الناس كل مره، لازم لازم نقول لهم. تقول لي مثلا اجري شويه بقى كده، انا خلاص الفوليه اللي انا كتبتها راحت. يعني لازم برضو يعني لو حد مثلا عنده نظام، يعني نظام في حياته، هل مثلا يزود على نظام مثلا رياضي معين، يزود عليه ولا يكمل على نظامه الرياضي العادي؟ لو حد ما اتحركش خالص، لا ما فيش حاجه اسمها كده، الرياضه مهمه قوي يعني. ايه يعني سواء كده او كده، مش علشان انا اكلت حلاوه المولد او ملعب زياده، هي الموضوع ببساطه جدا، والتخسيس سهل قوي. التخسيس سهل ازاي؟ ان هو ايه؟ في سعرات حراريه داخله وسعرات حراريه خارجه، كويس؟ انا دخلت سعرات حراريه كتير، طب انا احاول اخرجها بقى، اخرج بايه؟ بالرياضه، بمجهود اكتر، بالنظام الغذائي. خلاص انا اكلت الحلويات، ما عادش بقى اكل بقى رز ومكرونه كمان بعديها. خلاص بقى نبتدي نظام غذائي من اول ايه معنى كلمه، وهيصتي ممتاز جدا وانبسطت وحلوين جدا، يلا بقى نبتدي النظام الغذائي تاني ونرجع من اول وجديد كاننا اول مره موجودين مع بعض. عادة ان الرز والمكرونه بيبقوا قبل الحلويات، بيبقى قبل حلاوه المولد او قبل التحليه عموما يا دكتور، فيقول لك انا خلاص انا اكلتها وما اكلتش حاجه بعديها، طب قبليها كان في ايه؟
ما يردش بقى، ما يقولش الحقيقه. طيب اضرارها هل هي فقط فكره السمنه يا دكتور، ولا انا كنت يمكن بقول انه برضو الناس اللي عندها السكر، الاسنان برضو في بعض الابحاث تقول ان ممكن الكلى والكبد بيتاثروا بزياده السكر في الجسم، هل ده حقيقي؟ هو طبعا حضرتك اللي قلتيه كلام مظبوط جدا، ان اللي عندهم السكر ما ينفعش ياخد سكريات، زي اللي يقول عند السكر اخد ليا معلقتين سكر في اليوم، ما فيش حاجه اسمها كده. ليك سكر الدايت يكون خالي من ماده الاسبرتام او من غير سكر خالص. الحلويات المولد كلها فيها سكر كتير، وسكر بكميات جلوكوز يعني، فده هيرفع لي السكر عنده. فهو لو بياخد انسولين فجرعه الانسولين هتزيد في الوقت اللي هو بياخد فيه الحاجات دي. اذا كان بياخد ادويه لازم يتابع مع الدكتور بتاعه ويقيس السكر، لان ممكن يتعب قوي. طيب ان الكبد والكلى اللي عندهم كده، الكبد والكلى السكريات مش وحشه عليهم، لكن ما ياخدش كميات كبيره، ممكن ياكل اكل صحي احسن ما ياخد حلويات. طيب هل الحلويات بصفه عامه مش هقول وحشه، بس دوق خلاص، خلص الموضوع انتهى يعني، دوق وخلصت وانبسط وخلصت على كده، مش هنفضل بقى للنهار ناخدها. طيب الاسنان بالذات، بالنسبه للاسنان الحلويات على فكره يعني، انا مش دكتور اسنان، بس لما كلمت الدكتور اسنان اصحابي يعني، فقالوا لي الموضوع مش اكل حلويات، الاكل بصفه عامه ومفيش تنظيف هيبقى برضو هيحصل نفس التسويف، مش التسويف نتيجه الحلويات. يعني مش الحلويات مرتبطه فقط قوي بالتسويف، انما هي فكره الغسل الاسنان يعني. ايوه، فالحلويات مش تسويس، انت اي اكل وما حصلش تنظيف للاسنان هيعمل برضو تسويس، نفس الحكايه. فان احنا نهتم باسناننا طبعا، لكن الاهم ان احنا نرتبط بالعاده الغذائيه المظبوطه والرياضه، الرياضه وشرب الميه، ونبتدي لو عايزين حلويات ندوقها وننبسط ويخلص اليوم وخلصت على كده، ما نكررهاش تاني. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هاني جبران، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه، على المعلومات اللي حضرتك زودتنا بيها. يا جماعه خدوا بالكم،